حنا هذه الوقفة الثانية كتجي في نهار 22 شهر 11 2021 أمام عملة مقاطعة الفدامير السلطان، من بعد الوقفة الأولى اللي كنا درنا نهار 12 شهر 10 2021، وكنا كنتمناو من هذا السيد العامل يدير معنا شي حل في هذا الضرار اللي هو جاتم على ظهور كاهل تجار بصفة عامة بدون استثناء، والمشاكل اللي كنعانيو منهم راه كتزاد وكتراكم، هادشي كيولد ما بقاش داكشي اللي حنا وحنا راه مع الفراشية كنتعايشوا معاها ماشي ضدهم، هادوك الناس يبقاو ولكن تنظمهم السلطة المحلية. راه هاد التنظيم اللي ما بغاتش دابا دير هي بغات عاد العشوائية، هاد العشوائية ما خداماش للتجار، حنا ما خداماش لينا، نظموا هاد الناس حتى هما ياكلوا طرف الخبز ديالهم وحنا حتى حنا ناكلوا طرف الخبز ديالنا والامور راه غادية تمشي عادية. لهذا حنا علاش خرجنا في هاد الوقفة الاحتجاجية، هذا هو السبب ديالها الاول والاخر، وحنا الا استجبنا السيد العامل والسيد الباشا ولا كاين اللي غيتحاور معنا حنا راه مستعدين، حنا راه عندنا مشاكل وتراكمات راه ربي اللي عالم بها، ربي اللي عالم بالمشاكل اللي عندنا، وحنا لخصناها في ربعه هاد المشاكل فقط، راه محطوطه في المكتب ديال السيد الباشا ديال دائره بوشنتوف، الا هداهم الله ولقاو الحل، داك الشيء راه مزيان، حنا ما لقاوش حل وغيبقاو، حنا راه ما غنكذبوش عليهم وما يبقاوش يكذبوا علينا ويستحمرونا ولا لا، هذا ماشي معقول، هذا ماشي اسلوب ديال 2021، هذا باش يتعاملونا به. المشاكل اللي كدوي عليهم شنو؟ المشاكل ربما ما نقدش نقولها لك دابا حيت باقا على المكتب ديالو وعدنا باش غادي يبت فيها، ما بتش فيها، لهذا ربما نتمناو يكون شي حل في هذه الايام المقبله ان شاء الله، وحنا راه اليدين ديالنا ممدوده لهاد الناس هادو، ما عدا الا بغاو يبقاو هما هكا ونبقاو حنا هكا وخرجوا هذا الشيء، رغم ان البلاد ما محتاجاش لهاد الاحتجاجات ومحتاجاش لهاد التحقون ومحتاجاش لهاد الشيء، هذا هو اللي كاين.